من جبالي عبر الهاتف مراسل العربي إسلام بدر. إسلام، أطلعنا على آخر المعلومات المتوفرة بشأن الاستهدافات الإسرائيلية خاصة لمراكز الإيواء، وما تبعناه قبل قليل من نزوح كبير لعدد كبير من المواطنين من المراكز الإيواء، إلى أين يتوجهون؟ أمري ما دعيني أبدأ من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال عندما استهدفت غارة عنيفة مربعا سكنيا في منطقة العامي في مخبالي بالقرب من مستشفى كمال عدوان. هذه الغارة أدت إلى تدمير عدد من المنازل، بينها منزل لعائلة السيلاوي ومنزل لعائلة البس، عشرات الشهداء، وصل أكثر من 22 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان، فيما لازال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، قرابة 50 من المفقودين تحت الأنقاض، جزء منهم لازالوا أحياء، والدفاع المدني الآن تعمل على انتشالهم، تسمع أصواتهم بين الأنقاض. وصلنا إلى المكان، الركام هائل وكبير والدمار في المنطقة غير موصوف في الحقيقة، تعيد إلى الأذهان المجازر في هذه الحرب، حيث تم تدمير مربع سكني، عدد من المنازل، أحد هذه المنازل كانت تستقبل فيه التعزية بوفاة لإحدى الحاجات أمس، وكان هناك معزون في المنزل لكنهم جميعا تحت أنقاضه في هذه اللحظات، ويتم العمل على محاولة انتشار جسدهم. الأشلاء التي وصلت إلى المستشفى أشلاء مقطعة نتيجة فداح الغارة الإسرائيلية، كنا في لحظة تنفيذ هذه الغارة داخل مستشفى كمال عدوان، وكان الانفجار الذي نتج عنها هائلا للغاية وكبيرا جدا. كذلك المجزرة الثانية أو السابقة لهذه المجزرة في منطقة مكتبة إقرأ في وسط مخيم جباليا، غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي على تجمع للمواطنين أدى إلى استشهاد 12 مواطنا من المدنيين المتواجدين هنا، منهم إلى مستشفى كمال عدوان صباح هذا اليوم. إذن مجزرتان لما في مخيم جباليا تم تسجيلهما صباح هذا اليوم، الأولى في منطقة ضد منازل والثانية ضد تجمع للمواطنين. إذن في منطقة العلمي عشرات الشهداء. إسلام، فقط لنذكر، في منطقة العلمي سقوط 22 شهيدا حتى الآن، وربما هناك عدد آخر من الشهداء وعشرات المفقودين. صحيح، لم أستمع إلى السؤال جيدا، ولكن كنت تتحدثين عن حصيلة الاستهداف الأخير، أليس كذلك؟ الاستهداف الأخير، نعم. نعم، في الأخير حصيلته حتى اللحظة ليست نهائية، لأن هناك العمل جار من قبل طواقم الدفاع المدني والخدمات الإسعافية، الخدمات الطبية يعملون بشكل حثيث، قاموا بانتشال عدد من المصابين والشهداء من تحت الأنقاض، يقومون برفع الركام بأيديهم وببعض الأدوات البدائية والبسيطة، تحدث عن مئات الكيلوغرامات من الركام فوق صدور المفقودين تحت هذه الأنقاض، والإحصائية فقط هي المتوفرة لعدد الجثمين التي وصلت إلى مستشفى كمال عدوان، 22 جثمانا وصلت وأكثر من 30 شريحا، جلهم من الأطفال والنساء بطبيعة الحال في هذا الاستهداف، ولكن هناك عدد آخر المفقودين بالعشرات تحت أنقاض المنازل، لم يتم تحديد أعدادهم بعد. نعم. إسلام، بالنسبة للاشتباكات الضارية التي تدور بين المقاومة والقوات الإسرائيلية، في أي مناطق تتركز الآن؟ نعم، الاشتباكات لا تزال في منطقة التوغل، منطقة التوغل، وإن اتسع رقعة الاستهدافات والقصف بالحرب والمدفعي إلا أن رقعة التوغل لم تتسع، الاحتلال لا زال يتواجد في منطقة شارع المدارس ومنطقة سوق مخيم جباليا ومنطقة البلوك 4 بالقرب من مدارس السوق فقط، هذه المناطق التي يتواجد بها الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى شارع بطبيعة الحال. بقية المناطق لا تتواجد فيها آليات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتواجد الاحتلال الإسرائيلي تخوض المقاومة مواجهة شرسة مع قوات الاحتلال، وتعلن تباعا مجموعة من العمليات التي نفذتها ضد القوات المتوغلة. هذا اليوم هو مستمر لما جرى عليه الحال في 6 أيام ماضية، نحن في اليوم السابع من هذا التوغل، ولا زال الوضع مستمرا على صعيد الاشتباكات الضارية، بلاغات المقاومة أيضا مستمرة في إعلانها عن عدد من الاستهدافات، خصوصا استهداف الآليات المتوغلة بالقذائف المضادة للدروع على الكتف، وأيضا استهداف القناصة الإسرائيليين الذين يتحصنون في بعض المنازل. ولكن الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة من العملية ريما يستغل التكنولوجيا المتطورة لديه من خلال طائرات الاستطلاع وطائرات الكواد كابتر، من خلالها يحصن مناطق تواجد الآليات ويفرض طوقا يمنع الأهالي
من الوصول، وبالتالي بالتأكيد هذه الطائرات وهذه التقنيات الهائلة تؤدي إلى طبعا فرض سيطرة ميدانية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أو في مناطق معينة. شكرا جزيلا لك إسلام بدر من جباليا عبر الهاتف.